تاني علامة من علامات ظهور الإمام المهدي. العلامة الثانية الأكيدة لظهور الإمام المهدي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم، وفي رواية: عند داركم هذه، ثلاثة كلهم أبناء خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، وفي رواية: لا يصير الملك إلى واحد منهم، ثم تجيء الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتالا لم يقتله قوم، ثم يجيء خليفة الله المهدي، فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي. الحديث دوت يعني اجتهد كثير من المجتهدين في تفسير وفي إسقاط هذا الحديث. العلامة الثانية الأكيدة عشان نتأكد أن الإمام المهدي قد اقترب ظهوره اقتتال ثلاثة أمراء عند الكعبة. طيب، الحديث بيقول يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم أبناء خليفة، يا ترى مين هم الثلاثة الأمراء أبناء الخليفة؟ هل هم من آل سعود؟ إذا أسقطنا الحديث دوت على الأيام اللي احنا فيها، طيب وإيه هو الكنز اللي هيقتتل عليه؟ يا ترى ما هو؟ طيب، وهل الموضوع بتاع ليه صلة اقتتال الأبناء الخليفة بالاعتقالات اللي بتحصل دلوقتي اللي هي على أشدها للأسرة الحاكمة، الأسرة المالكة في آل سعود؟ تعالوا مع بعض نتعرف على تفصيل هذا الحديث كما رأيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم، وفي رواية: عند داركم، ثلاثة كلهم أبناء خليفة. طيب، في اجتهادي لرؤية هذا الحديث رأيت إن الكنز اللي هيقتتل عليه مش بترول ولا ذهب ولا ثروات طبيعية، الكنز في حد ذاته هو الكعبة. ولذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دقيق، يقول يقتتل عند كنزكم، هذا عند ظرف مكان، فالاقتتال هيبقى عند الكنز. الرسول سمى الكعبة كنز، وهي فعلا كنز. اما تلاقي في هذه الايام ان الزيارات بتاعت الحج والعمرة من المصادر الأولى إن لم تكن المصدر الأول من مصادر الدخل السعودي، تعرف إن الكعبة دي بالنسبة لهم عبارة عن كنز أغلى من الذهب وأغلى من البترول. البترول ممكن ينفد، لكن الناس إلى قيام الساعة هيفضلوا يعملوا حج وعمرة، فده بيدخل يعني ثروات طائلة لآل سعود. في اجتهادي ان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقتتل عند كنزكم، المقصود بالكنز هو الكعبة في ذاتها، مفيش كنز هيلاقوه عند الكعبة والكلام دوت. ثلاثة كلهم أبناء خليفة. طيب، مين هم الثلاثة أمراء اللي هيقتتلوا على الملك؟ هيقتتل ثلاثة كلهم أبناء خليفة على الملك. في اجتهادي برضو لهذا الأمر وفي تصوري، والموضوع موضوع اجتهادي يعني قد نصيب وقد نخطئ في اجتهادنا، إن لازم يحصل الاقتتال بعد موت الخليفة السابع
أو الأمير السابع من الأسرة الحاكمة اللي هي أسرة آل سعود، اللي هو الملك سلمان ابن عبد العزيز. بموت الملك سلمان هيبتدي القتال وهيبتدي الاقتتال. طب يا ترى مين هم الأمراء الثلاثة؟ لو بصينا في الأحداث الأخيرة من الاعتقالات هتلاقي إن أكتر اتنين ما يعني الهجوم عليهم شرس واتهمهم بالخيانة العظمى من قبل آل سعود هتلاقيهم أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، والثالث محمد بن سلمان اللي هو اعتقلهم. أعتقد إن دول هم الأمراء الثلاثة اللي كلهم أبناء خليفة هيقتتلوا عند الكعبة. أول ما هيحدث الاقتتال وهيحتدم الاقتتال، لازم تعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريق الحق. الرسول عرفنا الطريق بتاع الحق. يعني بيقول ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا سمعتم به، اللي هو المهدي، يعني هيحصل اقتتال عنيف، هتلاقي ما بقاش في حاجة اسمها المملكة العربية السعودية. وده طبعا أمر يعني ما بنلاقي في التعليقات الإخواننا السعوديين زعلانين: هذا أمر كوني لا دخل لي ولا لك في هذا الأمر، دي تقديرات من قبل الله. أنت بتعتز بوطنك، وفكرة الأوطان ديت يعني كمان هنعمل عليها يعني حلقات بإذن الله، إن الموضوع الاعتزاز بكل واحد بوطنه لا بأس به، ولكن في الآخر خالص لازم إن احنا ننحاز إلى الحق وإلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم ننحاز لكلام الرسول. فيعني اللي أنا شايفه إن محدش من الإخوة يعني السعوديين يزعل من الكلام دوت، لأن أنت أولا وأخيرا قبل أن تكون سعودي فأنت مسلم، لازم تفهم الموضوع دوت. فإذا رأيتموه أو إذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي. الإمام المهدي عليه السلام في ظل هذه الظروف، اقتتال الأمراء الثلاثة، وهتلاقي أمير بينفرد بنصف السعودية والأمير الآخر بربع السعودية، وده شوية وكر وفر واقتتال وسفك دماء، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الفترة بأنها الهرج. الهرج يعني إيه؟ الهرج الهرج دلالة على كثرة الاقتتال والدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسيل بطريقة غزيرة. ثم يأتي بعد ذلك الفرج على يد الإمام المهدي عليه السلام. واجب على كل مسلم، وأنا بأكد على الكلام دوت في كل مرة وإحنا بنتكلم عن سلسلة ظهور المهدي والعلامات الأكيدة على ظهور الإمام المهدي، إن إحنا نهيئ نفسنا أن العد التنازلي قد بدأ. تنازع ثلاثة أمراء على الملك واقتتالهم، ثم يختلف البيت الملكي على الملك ويقتتل ثلاثة كلهم أبناء خليفة ومن بيت رجل واحد، فلا يصير الملك إلى أحدهم. تتحزب القبائل، تتقاتل، ويحدث القتال في المشاعر المقدسة وفي الأشهر المحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتتخبطهم الفتنة وينتهي اجتماعهم، يحاولوا إن هم يستقروا على حد يعطوه الملك، فلا يجتمعون على أحد إلا شهور وأيام وينقطع ملكهم،
وينقطع ملكهم ويحدث الاقتتال العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. عن كعب قال: تكون بعد الفتنة الشامية الشرقية هلاك الملوك وذل العرب حتى يخرج أهل المغرب، رواه نعيم ابن حماد في كتابه الفتن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الخامس من أهل بيت فالهرج الهرج، يموت السابع ثم كذلك حتى يقوم المهدي. ومن المعلوم إن الملك سلمان ترتيبه السابع من ضمن الأمراء اللي تولوا إمارة المملكة العربية أو ملك المملكة العربية السعودية. عارفين يعني الملوك بتوع آل سعود، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود دوت الأب، الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وده الابن، الملك فيصل ابن عبد العزيز آل سعود ده ابن، الملك خالد ابن عبد العزيز آل سعود ده ابن، الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود ابن، الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود ابن، الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ابن. سلمان هو الملك السادس من الأبناء والسابع في الأسرة الحاكمة. وطبعا احنا يعني بنحاول ان احنا نعتمد على الاحاديث الصحيحه في تناول هذا الامر، لان الاختلاط الاحاديث الضعيفه والموضوعه والصحيحه بل والمنكره في الحديث عن المهدي وما اكثرها. ان شاء الله يعني المره القادمه باذن الله هنتكلم ونواصل الحديث عن علامات ظهور المهدي وكيف نستعد إيمانيا إحنا كمسلمين لمواجهة هذا الحدث العظيم. نزعم أنه قد اقترب والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أديت مجرد اجتهادات. شكرا ليكم على الاستماع، سلام الله عليكم.